السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم سعيد إن شاء الله. معكم قناة بلادية بركان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش ديروا لايكات وديروا لي كومونتير وديروا البارتاج للقناة المحترمة وديروا المشاركة كذلك في القناة. هالفيديو ديال اليوم نهضروا على هاد المصيبة الكبيرة اللي تسلت تعاود على جمال، وغادي نهضروا شوية على هادشي اللي صرا هاد الأسبوع بإذن الله. كما تعرفوا كان من إخواني أخواتي أنها الشفورة تحكمت بست شهور ديال الحبس، وبأنه كان واحد القضية ديال الفلوس اللي راهم دايرين عليها عاود بوم في مواقع التواصل. على حسب المعلومات اللي عندي أنهم الأخت المحترمة بوعزة معروفة بالروبلة دارت كما قالوا هما كما كيسميو هما يعني جمع الأموال اللي هي الصينية. ملي جمعت الصينية الناس باش نكونوا غير واقعيين نهضروا في الحق، يعني الناس يعني تستعطفوا اكثر مع يعني بوعزة جدرمي معروفة بالروبلة كو مع الشيفورة. انا كنشوف بزاف لي كومونتير ديال القنوات، كنشوف بزاف لي كومونتير ديال الناس اللي زعما الا بغينا نقولوا بواحد المنطقة اخر بغاو لها الحبس. علاش؟ قال لك سيدي هذيك المره كان فمها خارز وكانت تهضر غير بحزامه لتحت وكانت كتضل تهدد في الناس. انا كما قلت لكم في الفيديو الاول ديالي الصراحه انا هذه المره عمر ما تفرجت لها، واخا تفرجت واحد جوج لقطات نهار تجدد في الحبس، ولكن ما عندي بها حتى شي علم باش نحكم عليها غيابيا. ما جو سي با مي اون توكا الناس اللي كي يعني متبعينها وكانوا يعرفوها يعني يدعوا لها غير بالحبس باش نجيكم من الاخر. دونك بما انها الاخت المحترمه بقات فيها هذه القضيه والقضيه ديال لبنى، مشات دومانديت يعني الناس المشتركين معها المحسنين لغير ذلك باش انهم يجمعوا الفلوس باش يديروا المحامين الاخت المحترمه لبنى والشيفوره. خرجت واحد البنت ديالها بنت الشيفوره قالت لهم سيدي حنا ما شديناش 9 ديال الملايين. الناس كي يكتبوا عاود لي كومونتير قالوا هاد ديال لا راه 9 ملايين ماشي كامله للشيفوره، كاينه 5 ملايين اللي هي للشيفوره وكان 4 ملايين اللي هي لبنى والعلم لله. كما انها من قالت ما شديتش 9 ديال الملايين ما قالتش شحال شدي ديال الفلوس، وهنا اللي كاينه نقطة استفهام. واش هاد المرة شدت على كل حال 5 ديال الملايين او 5 ملايين غادي تنكرها؟ العلم لله. ثانيا قضية بغيت نتكلم فيها فريمون يعني مزيان، هاد القنوات الله يرحمكم الوالدين ديروا الكادنات لفامكم، ديروا الكادنات لفامكم وعرفوا اشنو كتخرجوا بفهمكم، حيت اي كلمه كتخرجوها الا ومحسوبه عليكم باش نكونوا واقعيين. دونك الواقع هو انه هاد بوعزه الجدارمي والناس كامل اللي تعاونوا باش يجمعوا هاد الاموال الله يجازيهم بخير، عمل يشكرون عليه وشكرا لهم واخا ما نعرفهمش، شكرا لهم بزاف بزاف. دونك هاد بنت الشيفوره اللي كتقول لك ما عطاونيش قدام عطاونيش قدام عطاونيش قدام، الا عطاو لك في المتاع حنا نقولوا غير جوج ملايين الحمد لله والشكر، لان علاش حنا غير الناس بغاو يستعطفوا معكم باش نكونوا غير واقعيين. ودرك ولينا في واحد الزمان، ولينا في واحد الزمان انه نديروا المصايب ديالنا نشرقوا فمنا نضربوا في هذا ونضربوا في هذا ونخرجوا في هذا ونخرجوا في هذا، كي ندخلوا للحبس خصنا حنا نشرطوا على الناس باش يعطيونا الفلوس، وراه ماشي غير الفلوس قدا وقدا وقدا، راه سي با نورمال باش نكونوا غير واقعيين. نكونوا غير واقعيين، بعض الجدار لا عمر لها الدار، مراه طيبه صراحه انا ما كنعرفهاش، ولكن كنشوف ملي كتكلم في الفيديو ديالها عليها واحد الحرقه يعني واحد الحرقه زعما لا اله الا محمد رسول الله على الوطن ديالنا على المرأة المغربية وعلى هاد الناس الحقرة كتبغيش الحقرة
حتى انه ابوه مصحصح كيسبها بالانفصاليه وكيسبها بالكلام اللي ماشي مزيان. علاش؟ لانها كتوقف مع ذوك الناس اللي هو ضدهم، اللي هو ضدهم كيحاربها، ولكن راه واخا كيحاربها راه ما عنده ما يدي بها. كنوا واقعيين، لان هذيك المراه مرزنه ومتيقنه في راسها، وحتى هي عندها فاش اسمه تقول في القانون، حتى هي كتفهم، ما نقولوش محاميه مي عارفه حتى هو حتى هي اللي ماشي مزيان ولا مزيان. والانسان راه يبحث، حنا واخا ماشي محاميين راه الانسان اللي بغى شي حاجه يوصل لها. الانسان اللي كان يخدم وبغى يعرف شنو هو الحقوق ديالو في العمل راه يمشي لعمي جوجل ولا عمتي ياهو ويضرب شنو بغى المعلومات ويبحث. حتى حاجه ما هي غامضه في هذا الزمن، كان بكري الناس مدوخه مسكره ما كانش انترنت، اما دابا حتى حاجه ما هي مستحيله وامبوسيبل. دونك انا نقول لهاد البنت شفوره واخا ما نعرفهاش، الحمد لله وشكره اولا انه القضاء النزيه، انه القضاء النزيه حكم على امكم غير بصدر الشهور، حيت الناس قنوات كانوا يتمنوا لها عامين وكانوا يقولوا راه عامين، كانوا كاع مأكدينها بانه عامين. دونك عامين حتى 6 شهور راه كاين عام و 4 شهور، وراه الانسان يفوت غير اسبوع في الحبس لله لما حمد رسول الله. دونك لهذا الحمد لله انه اصلا بقات لها دابا 5 شهور، خصها غير تكون مزيان في الحبس، يعني ما تبقاش دير المشاكل والصداع باش ما يزيد لهاش يعني حكم اخر. ونتمنى يكون هذا حد الباس. ونهار تخرج الام ديالكم خصها دير حجره في سروالها وتريح. الانسان يدير اليوتيوب ماشي باش يبقى يهدد الناس ويبقى يسب الناس ويبقى يدير شي صوالح ينشرهم اللي ماشي مزيانين. هذا الشيء كنقولوا ليا ونقولوا للناس اللي هما في مواقع التواصل، لان الانسان باش تعرفوها راه المتفرج مع احتراماتي ليه راه يبقى ديال الكغي راه زيد له دير له عندك عندك منه ومنه، وينقل لك الاخبار ديال القرات من هي والاخرى راه قالت والاخر قال وعمي قال وجدي قال. نهار يجمعوا لك الدوسي راه غير ندير لكم في المهمه، باش نكونوا غير واقعيين، باش نكونوا غير الصراحه. راه نهار تكون في الحبس والدليل انك في الحبس دوك المتفرجين راه ماشي يجيبوا لك السله في الزياره، كونوا غير واقعيين. والديفو الكبير اللي دارتو هاد بنت الشفورة عاود انه نهار جاب لهذا الانسان اللي هو محمد ابرطال قناه وقيلة مول القاسح ولا مول الطاكسي، مول الطاكسي جاب لكم داك الشاريو ديال التقديه، وهذه انسان يحمد الله انتو ماشي الانسان اللي بغى يعاونكم وبغى يطلع القناه، انت واش ديك في هذه القناه وبغيت نديرو حنا كاع كانت النيه ديالو بغيت نطلعها، راه دير لك دير لك 2000 درهم قال لك ولا 3000 درهم ديال التقديه، والله يجعل غير طلعها توصل له المليون يستاهلك السيد هذاك. وانا نهضروا غير الواقع، هذاك محمد برطال مول القاسح يقولوا له مول الطاكسي راه الله يعمر له الدار. والدليل ما كانش يوتيوبر واحد اللي عاونكم. دونك الانسان ما بقاش غير يشرك فمو، وانت هو بغى يطلع القناه انت واش داك انت غير تقديه ديتيها للدار. الانسان يعني خصو يعرف كي يتعامل، خصو الانسان يكبر النيفو ديالو ماشي القناه. القناه الا خلصو يوتيوب ما غاديش تخرجها بجيبك انت، كونوا غير واقعيين. دونك نطلبوا لامك الشفور انها تكون ان شاء الله يعني بسيكولوجيك وعقليا تكون مزيان ان شاء الله في الحبس، وانه ما ياثرش عليها. ونتمنى كذلك محمد بكريش ان شاء الله الفرج باذن الله فيما هو قارب ان شاء الله. ونتمنى انه هذا الاسبوع على ما اظن الاخت المحترمه لبنى عندها وقيلة شي جلسه عاود، نتمنى انه القضاء النزيه يزيد يشوف من حالتها ان شاء الله.
وانه ما يدخلوهاش الحبس باذن الله باذن الله باذن الله، غير في وجه هذاك البنيه زنوبه اللي عزيز عليا بزاف بزاف والله الا عزيز عليا. ما تقدروش تعرفوا المحبه ديال ديك البنيه عندي انايا. نتمنى الله اولا قبل كل شيء، ونتمنى من القضاء النزيه انه يشوف من حالتك البنيه. ما بغيناش ديك البنيه مسكينه يلا جات لهذا العالم، يلا الباين في الحبس، يلا زدت تبعها امها، يلا يمكن هي تدخل معها للحبس. نتمنى الفرج لكل واحد. وهاد اليوتيوبرات اللي دلوا في الشكايات وكاتب عموميين نهار كامل ما غيكتبوا في الشكايات وفي المحاكم، الله يهديكم. ديروا اليوتيوب باش تربحوا به الفلوس، داكشي شغلكم، ولكن ماشي باش تدخلوا الناس وتشتوا العائلات. راه حشومه والله لعيب. راه القناه راه اليوتيوب الوحيد اللي هو عنده هاد لوبجيكتيف هاد الغرض هو المغرب. كونوا غير واقعيين انه دايرين اليوتيوب هاد اليوتيوبرات غير باش ندخل الناس الحبس، باش نطيحوا التهم على عباد الله، باش نخسروا السمعه ديال الناس. حشومه عيب عار والله الا حشومه عيب. هناك غير الناس العقلاء، مازال كون كنتو ناس ديال 15 عام 16 عام نقولوا بابا مكلخه ما عندوش العقل. انسان يدير غير خير ويتلقاه، تلقى في هذه الدنيا وتلقى عليه. عطيكم غير واحد المثال، شوفوا الياس المالكي بغى يدير الجنحين، بغى يدير الجنحين في التالي مشى دار مصيبه غرق راسه. واش تلاقى كي داير والكلخ؟ لان هاد اليوتيوبرات عندهم برهم واحد القضيه اننا بالفلوس ما غاديش نضربوا الحبس. والله يكون عندك مليار نهار دير علاش تكمش في الحبس من الاخر. لان كاين القانون، والقانون كاين القانون ما كاينش الفلوس. ما كانش شي حاجه يقولوا لها عندك الفلوس ما تضربش الحبس، لا درتي علاش تستاهل العقوبه، صلت على النبي. احبابي العزاز اخواني واخواتي يوتيوبرين ديروا اتونسيون. كل حاجه كتخرجوها بفمكم والا مكتوبه عليكم. كانت زوينه مكتوبه عليك، كانت خايبه راه مصحاب الحسنات كيعدلوا لك التسجيلات. نهار تكحلها يغرقوك. يلا اخوتي العزاز نخليكم على خير، نتمنى لكم نهار يكون نهاركم سعيد ان شاء الله. غادي ندخل نخدم باذن الله، غادي نبدا نخدم مع 11 ونص حتى 3 ونص باذن الله. الله يعاونني والله يسهل اموري والله يعاونكم والله يسهل اموركم. وتفكروا ديما ديروها زينه، لان قال لي ديرها ماشي مزيانه راه كتخرج عليه بحاجه ماشي مزيانه. السلام عليكم.